نعم. شوف الكاردو يعتبر مركز البلدة القديمة، والكيان الإسرائيلي كان مهتم بهذه المنطقة، يعني باب الخليل، كاردو، باب السنسلة، والثلاث أسواق، سوق العطارين، سوق الخواجات، سوق اللحامين. ليش الكيان مهتم بهذه المنطقة أكثر من غيرها؟ هو مهتم بكل البلد القديمة، لكن هون مهتم بدرجة أولى. ليش؟ لأنه هذه الأماكن قريبة من حارة الشرف اللي ما يسمى بحارة اليهود، وقريبة جدا من الحرم القدسي الشريف وحائط المبكى وكنيسة القيامة، لا تبعد عنا أمتار. بالتالي هذه المنطقة تمثل حيوية بالنسبة لطرح الفكر الصهيوني، إن القدس عبارة عن مدينة يهودية منذ. بالتالي هذه المنطقة تشكل الآثار اللي ممكن يستند إليها بأكاذيبه وأطروحاته الغير موجودة أصلا. من هذا فتستغربش الشارع هون، يعني إلى الآن دون تطور في المستقبل، هو متطور جدا، متطور جدا ونظيف جدا، وبدخلوش مين مكان. يعني احنا اصحاب المحلات اوقات بيضايقونا، وممنوع تحكي مع ترجمان، ممنوع. يعني لما بيجي الترجمان هون وبيشرح لهم عن الحرم، جبل الهيكل ده تمبل ماوتين، انا كتير بتدخل انه نو ذير از نوت تمبل ماوتين، الاقصى موسك. احيانا بياخذوني على الاشره، بيحجزوني ساعه وتنتين، وانا بقول هاي الحقيقه، وانا بطرح وجهه نظري واحنا هون. يا